يسعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في جل النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في بعض النواحي الساحلية في شمال بلادنا فاش غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفا. الريح غربي وشمالي وبقوة ما مجهدة شوية إلا في دكالا عبدة سوس وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 60 و 75% في النواحي الساحلية وما بين 20 و 50% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار غادي تطلع شوية في النواحي الجبلية ديال الأطلس، 19 درجة في الأطلس المتوسط الريف والمنطقة الشرقية، 21 درجة في واد الذهب، 22 درجة في اللوكوس وناحية سايس، 23 درجة في عبدة وناحية تافيلات، 24 درجة في درعا والساقية الحمراء، 26 درجة في الغرب الشاوية وناحية تادلة، 27 درجة في دكالة وناحية الحوز، و 28 درجة في ناحية سوس. إذن الحال غالب فيه الصفة مع الشمش في جل النواحي في الأحياء ديالنا، الريح فيه غربي ومعتدل في القوة ديالو، والرطوبة متوسطة ولا هابطة عامة، والحرارة وسط النهار معتدلة عامة ومناسبة بزاف للتطور والتكاثر ديال عدة حشرات بالخصوص في الشجر ديال الحواميد بحال مثلا الدودة اللي تتسلط بحال هذا الوقت على النوارة والحب ملي يبدا يلقح في الشجر ديال الحامض أي السيترون. وهذا علاش لازم المراقبة والاحتياط منها علاش ما يدوز وقت النوارة وتكوين الحب من بعد التلقيح، وإن شاء الله بالتوفيق والله يرحمنا.